أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: المحرم بالحج لا يجوز له صيد البر، فمتى يبدأ هذا التحريم ومتى ينتهي؟ وهل المقصود أنه لا يحل له الصيد في الأشهر الحرم الأربعة؟ الصيد مباح، أباحه الله سبحانه وتعالى في سائر أيام السنة وفي سائر الأمكنة ما عدا حالتين، حالها الأولى حالة الإحرام، فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. المحرم لا يجوز أن يصيد ولا أن يساعد على الصيد أو يشير إليه، كل هذا محرم في حقه. وكذلك لا يجوز الصيد في الحرم، وهي الحالة الثانية. الحالة الثانية لا يجوز الصيد في الحرم مطلقا، لا للمحرم ولا لغيره، قوله صلى الله عليه وسلم: في الحرم لا ينفر صيده. فلا يجوز الاصطياد في داخل الحرم، أي داخل أميال الحرم المكي، لا للمحرم ولا لغيره. في هاتين الحالتين، حالة الإحرام وحالة كون الإنسان في الحرم، لا يجوز الاصطياد ولا تنفير الصيد أو الإعانة على قتله. نعم. قال: هل المقصود أنه لا يحل الصيد في الأشهر الحرم الأربعة؟ قلنا يجوز الصيد في كل وقت، الأشهر الحرم وغيره، ما عدا هاتين الحالتين، حالة الإحرام وحالة كون الإنسان في الحرم. نعم.